السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا الأخوات من جديد في فيديو جديد. اليوم قررت أنني نهضر على لو ستريس ديال لا باتينت. كيفاش غادي نقدروا نحيدوا هذا لو ستريس، وكيفاش ممكن أننا ننسجموا مع الوضع ونقولوا أنا في بيريودو وغادية. اوكي اللورا، المهم اول حاجه البنات، باش تبقى ديما تخمي في العواقب الوخيمه راه واحد الستريس كبير. يعني ديما كتقولي في بالك راني ما نقدرش ننجح، كومي معي طاري انا ما نجحوش، انا ما نقدرش ننجح. داكشي علاش حيدي اولا التشاؤم، التشاؤم هو اللي كيولد لو ستريس. حيدي التشاؤم وحيدي ان واحد الحاجه تكون خايبه من بعد، ديما يكون تفاؤل وان شاء الله ما يكون غير الخير. اول حاجه، ثاني حاجه بالنسبه للستريس كيولد كما قلت لكم ديما غير الطاقه السلبيه، والتشاؤم حتى هو ايضا. فرتو الانسان اللي كيبغي يكون ناجح في حياته يحاول يتفادى ما امكن لي كوزي بروتي اللي ممكن انهم يديفولو واحد الطاقه سلبيه وما يقدرش يزيد افانتي. بحالاش ممكن سقط طانيا لو ما نجحوش، ما عنديش لغه، الاخرى ما عندها اللغه وانا ما عنديش اللغه، لا فلانه كتعرف تهضر وانا ما كنعرفش نهضر. لا، هادشي كامل خصكم تحيدوه البنات من بالكم كاع، لان باش فاتوكم الناس اللي شدوه، باش فاتوكم الناس اللي عارفين، وباش انسان مساله وقته غادي يسالي ومساله خدمه وحفاظه وغادي تسالي. اولا ثانيا نحيدو من بعد نبعدو من الناس اللي سلبيين، الناس اللي كيعطيونا غير الطاقه السلبيه. انت غادي تشديه محاش، واش تشديه انت غادي تهدي محاش، هادي كنعرف فلانه هادي وعندها اللغه داكشي، حتى هما بعدو منهم، لان الانسان اللي كيبغي يكون ناجح في حياته ما كيديهاش في الاراء الناس الاخرين. انت شوف داكشي اللي باغي يوصل له هو. داكشي علاش كنت كندير واحد الباسيجات اكوا فيتشينو الماري، وقلت علاش لا ما نحط لكمش فيديو، لان اول وحده كتهضر معايا كتقول لي انا ما نوتش لافاتشو، انا ما نقدرش، انا ما واختي ما كلا حاجه، انت اصلا حكم على راسك بالاعدام من الاول، كيفاش بغيتي الناس يعاونوك؟ داكشي علاش اول حاجه خصنا نصلحو ذواتنا هي الاولى، عاد نحاولوا ندوزو لاشياء اخرى. صافي، اولا نقول انا ان شاء الله تشرافاتشو ناخذو، تشرافاتشو ناخذو، تشرافاتشو اني تاني نكون ناجحه في حياتي. اوكي، ايضا خاصني ديما نقول باللي ان شاء الله غادي نشدو، وخاصني نتابر ونخدم على هاد الهدف، ماشي غير البيرمي، بزاف الاهداف خصنا نخطو لها، ماشي نخطو لها غير بالفم، لا نخطو لها قولا وفعلا. قولا نحط حداي الهدف لان بغينا نوصلو، فعلا نحاول نطبق الخدمه والحفاظ ولي كويت اللي غادي ياهلوني نزيد للقدام. اوكي صافي، هذا اللي بغيت نوصل لكم خلال هذا الفيديو. داكشي علاش الاخوات كونوا متحمسين، كونوا متفائلين، اللي بغى يحقق الهدف ديالو ان شاء الله يقدر يحقق اكثر من البيرمي، غير هو خصو يخطط له المخطط. خططوا لمستقبلكم كانكم تخططوا للعدو. اوكي يلا، السلام عليكم، نهاركم مبروك، مع السلامه.